صباح الخير مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نعود لنكمل حديثنا عن عودة البواخر السياحية بشكلها الطبيعي إلى الرسوف في ميناء العقبة. هذه الباخرة الفرنسية على متنها تقريبا 300 سائح من فرنسا. ما يميز هذه الباخرة أنها لن تكون كسابقاتها، مدة الإقامة في العقبة والبتراء ورم بالنسبة للسياح هي مدة أطول. هنالك برنامج مخصص لهم لزيارة البتراء ورم. أيضا الطاقم كما أطلعني عليه مدير هذه الباخرة أنهم سينزلون مساء إلى العقبة من أجل التعرف على مطاعمها وأسواقها. أيضا هؤلاء السياح هم على دفعات، بعد ذهابهم إلى بتراء ورم سوف يذهبون إلى مطار العقبة للعودة إلى بلادهم، وسيكون هنالك وفد آخر يعود إلى العقبة من أجل أيضا استكمال هذا البرنامج. من أجل التحدث عن هذه الباخرة، عن برنامج السياح وعددهم، نستضيف صباح هذا اليوم السيد ذكر الله من أجل الحديث معنا. تفضل سيد ذكر الله، نتعرف. فتحي ذكر الله. نعم. تعطينا فكرة عن هذه الباخرة، عن عددها وبرنامجهم السياحي إذا تكرمت. يسعد صباحكم بكل خير. الباخرة وصلت اليوم الصبح الساعة 4:15 صباحا ودخلت على الرصيف وكل أمورها طيبة وتمام، وكل ما مطلوب من الميناء قدموه وما في أي إشكالية ولا أي تأخير. طبعا هاي الباخرة اليوم في مجموعة سواح طلعوا على البتراء ووادي رم وبرجعوا للباخرة المساء، بعدين بكرة الصبح من الساعة 5:30 هذا الجروب راح يغادر جزء منهم حوالي 140 واحد لمطار العقبة، والساعة 11 الظهر برضو في مجموعة ثانية راح تغادر، بعدين الساعة 2 برضو بنفس الشهر 1/7 راح يجي حوالي 200 واحد يلتحقوا على الباخرة، وبعدين 2/7 بدهم يروحوا جولتهم على البتراء ووادي رم ويرجعوا على الباخرة وتسافر الباخرة 2/7. الباخرة راح تقعد هون اليوم 30 و1/7 و2/7 المساء راح تسافر، وكل أمورنا طيبة والحمد لله. وفي عنا طبعا برامج للبواخر السياحية اللي بتبدأ من شهر 9 وفوق. تعطينا فكرة عن عدد البواخر القادمة، الجنسيات، الأعداد، وهل هذا البرنامج سيكون على زخم كالسنوات السابقة في العقبة؟ نعم، هو طبعا في صار تغيير الحمد لله من هذه السنة، أجوا بواخر سياحية كويسة بالموسم اللي فات، وبالموسم الجاي طبعا في عدة بواخر يعني إلنا ولغيرنا بواخر كثير، بس عنا بجوز فوق 20 باخرة إن شاء الله بشهر خلال هذه السنة بموسم اللي هو الموسم بيبدأ دائما بالعقبة من شهر 9 لشهر 4 و5 بال2023، فهذا هو الموسم السياحة إن شاء الله بيكون أفضل وأحسن من كل السنوات السابقة إن شاء الله. شكرا أستاذ فتحي، شكرا جزيلا لك. طبعا مشاهدينا الكرام، كما سمعنا هنالك العديد من البواخر التي ستصل تباعا هذه البواخر السياحية. طبعا هنالك خدمات تقدم لها على أرض هذا الميناء، هنالك جهود مبذولة من أجل راحة واستمتاع السياح بالبتراء والعقبة ورم هذا المثلث فعلا الذهبي الذي يمكن أن يكون كما تكلم عنه جلالة الملك في مرات سابقة وعديدة هو كنز الأردن من خلال قدوم آلاف السياح من مختلف دول العالم من أجل الاستمتاع بما يحظى به الأردن من مناطق سياحية وأثرية. هنالك العديد
من البرامج التي تقدم لهم في البتراء. أيضا هنالك العديد من البرامج التي تقدم في رم وهي طبعا مختلفة، سواء كانت السياحة الرياضية، سياحة التصوير، المشاهدات، ممارسة السباقات الرياضية على مختلف أنواع السيارات المعدة خصيصا لرمال الصحراء. هذه الرسالة كانت من ميناء العقبة السياحي الذي استقبل الباخرة الفرنسية القادمة من اليونان والتي ستبقى حتى تاريخ 2/7. هذا الإنجاز في إطالة مدة إقامة السياح في العقبة والبتراء ورم هو فعلا إنجاز حقيقي، لأن هذه البواخر لم تكن على جدول أعمالها أن تقيم أكثر من يوم أو يومين في العقبة. لذلك فإن الفائدة تكون في إطالة مدة الإقامة للاستفادة مما يقدم لهم من خدمات، سواء داخل مدينة العقبة من أسواق ومطاعم وفنادق والبتراء ورم. إن شاء الله سأكون معكم في رسالة وتقرير مفصل على نشرات الأخبار القادمة. شكرا لكم. العقبة الآن تستقبل الحجوزات الفندقية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. النسب الحجوزات يوما عن يوم تزداد من فئة الخمس نجوم وحتى النجمة الواحدة وحتى الشاليهات. الحمد لله الأمور تسير بنشاط وهمة. شكرا لحسن استماعكم ومشاهدتكم لهذه الرسالة.